بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فأوحى إليهم ربهم لنهلكن ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق صدق الله العظيم.